يسأل رأيكم شيخ صالح في أطفال الأنابيب من حيث الجواز أو عدم الجواز، جزاكم الله خيرا. هذا من العبث الذي ظهر في هذا الزمان، ومن التنطع والتكلف وإخراج الطب عن مجاله الصحيح إلى مجالات يمدها العقل والفطرة. فعلى الزوجين أن يبذلا الأسباب لحصول الذرية بالطرق المشروعة، وإذا لم يحصل إنجاب فعلى الزوج أن يعمل الأسباب الأخرى من تزوج امرأة أخرى وثانية وثالثة إلى الرابعة، وأن يغير لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له ذرية، إن لم تحصل من هذه تحصل من هذه. كذلك بتعاطي الأدوية النافعة في هذا المجال. أما هذه العمليات التي فيها هذا العبث وهذا التدخل في أمور ليس هي من صلاحيات البشر فهذا أمر لا يليق، وأيضا الأنساب تضيع مع هذه العمليات، ومن الذي يأمن هؤلاء الأطباء على أنساب الناس وأن هذا ابن فلان؟ قطعا المسألة فيها خطورة حتى من جهة الأنساب، فالواجب على المسلمين أن يتجنبوا هذه الخزعبلات وهذه الترهات. نعم. إذا لكم رأي في الاستنساخ أيضا شيخ صالح؟ هذا أشد، الاستنساخ أشد، وقد أنكره جمهور المسلمين أو عموم المسلمين أنكروها، بل الكفار استنكروا هذا الحمد لله، لأنه من العبث الذي لا يليق بالبشرية. نعم.